العالم، فكانت كل واحدة منها حكاية خلدها التاريخ في سجلاته، من حادثة الطرد التي تلقاها في مباراة البرازيل عام 82 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب آنذاك، إلى أهدافه الشهيرة في مكسيكو بعد 4 أعوام، ومنها هدفاه في مرمى المنتخب الإنجليزي، واللذان قاد من خلالهما منتخب التانجو إلى اللقب المونديالي الثاني، مروراً بدموعه التي انهمرت في نهائي كأس العالم عام 90 بعد الخسارة أمام ألمانيا، وانتهاءً بمغادرته مونديال الولايات المتحدة بعد ثبوت تعاطيه المنشطات. بشكل عام سجل مارادونا 34 هدفاً في 91 مباراة دولية مع الأرجنتين، لكن أسطورته بقيت خالدة حتى يومنا هذا، بالرغم من أن الأيام التي تلت عودته من فترة الإيقاف عن اللعب في ناديه بوكا جونيورز وما بعد اعتزاله كانت مليئة بالأحداث والتصريحات التي رأى الكثيرون أنها أساءت لصورته الجميلة كلاعب. نال مارادونا جائزة لاعب القرن العشرين حسب استفتاء الفيفا، وفي عام 2008 عين مارادونا مدرباً لمنتخب الأرجنتين، حيث نجح في قيادة الفريق للتأهل بصعوبة إلى نهائيات كأس العالم 2010، واعتقد الكثيرون أن الفريق الذي يضم ليونيل ميسي ويدربه مارادونا سيتوج بطلاً في أول نسخة مونديالية تقام في القارة السمراء، لكن مسيرة الفريق توقفت عند حدود الدور ربع النهائي بعدما خسر أمام ألمانيا برباعية نظيفة ولم يتم تجديد عقده بعد ذلك. خاض مارادونا تجربة تدريبية أخرى مع ناديي الوصل والفجيرة الإماراتيين لم يكتب لها النجاح، قبل أن يتحول في العام المنصرم إلى فريق دورادوس المكسيكية.